السلام عليكم، أنا محمد غنايم. يسأل أحدهم الآخر يقول: ما هي أهدافك للعام الجديد؟ فيقول: لا داعي، الأهداف موجودة من العام الماضي. هذا الموقف صراحة أضحكني، لذلك أحببت أن أقوم بإعداد كوب من الشاي وأدردش معكم كما حال كل جمعة. تفضل. نعم، تسلم وديك. صحة وعافية. الله يحفظك. هذه المرة عدكم بالشاي لأنا أحمد. شكرا أحمد. طبعا هنا لن أنصحكم عن الوقت واستغلاله إلى آخره، لأنك تعلم أني أعلم أنك تعلم أنه مهم. لا، بعيدا عن المزح، الناس بطبعهم لا تفهم الأمر، لا تفهم الوقت. أحيانا نشعر أنه يمر بسرعة، أحيانا نشعر أنه كئيب، فالوقت الذي مر لا يعود. هذا الشعور جعل البشر تبحث عن وسيلة تفهمهم الوقت، ومن هنا جاءت الساعة ثم التقويم مثل التقويم الهجري والميلادي إلى آخره، عبارة عن أرقام داخل مربعات هدفها أن تساعدنا في تنظيم حياتنا. يعني تخيل لو لم يكن هناك ساعة أو تقويم مثلا، ستكون الحياة عشوائية. صحيح، يعني لو أردت أن تحدد موعد مع شخص ما تقول له نتقابل صدفة إن شاء الله، لأن الحياة ستكون صدف، لأنه لا يوجد تاريخ أو ساعة. هذا التقويم أشعر أحيانا أنه مثل اللعبة، أرقام داخل مربعات، كل يوم يتمثل في رقم داخل مربع، ولكي تنتقل من مرحلة إلى أخرى يجب أن تنهي المرحلة التي أنت بها. فلا يمكن أن تنتقل للمستوى العاشر أو اليوم العاشر إلا عندما تنجز اليوم التاسع أو يمر من حياتك. بعض الأشخاص في هذه اللعبة محترفين، تشعر أنه يستغل الوقت أفضل استغلال، والبعض الآخر مجرد مبتدئين فقط ينتظرون انتقال المرحلة التالية وهكذا. فالفكرة أنني أحببت من خلال هذا المقطع أن نبحث كيف نصبح محترفين في لعبة الوقت بإذن الله. سبحان الله، الكرة الأرضية في كل دورة لها تعطيك فرصة جديدة بيوم جديد. يعني كل دورة للأرض رقم جديد بيوم جديد بفرصة جديدة. يعني لو عاش الإنسان 65 سنة سيكون لديه تقريبا 23,000 فرصة من خلالها يمكن أن يغير حياته للأفضل أو كما يريد. تخيل، يمكن من خلالها أن يصبح أكثر نجاحا سواء على المستوى الديني أو الدنيوي. فأنت مدامك حي يعني تمتلك فرص كثيرة لتصبح ما تريد. وأريد أن أضع خط أصفر على هذه الجملة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. انقطع عمله، يعني عندما يموت الإنسان تتوقف كل الفرص، لا يوجد يوم جديد وفرصة جديدة، لا يمكن أن يفعل أي شيء، وأهم شيء أن يزيد رصيده من الحسنات. صحيح، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى تتمثل في تكملة هذا الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم نافع أو ولد صالح يدعو له. الله سبحانه وتعالى أكرمنا بفرص إضافية بعد انتهاء الفرص، أي بعد الممات. يعني باختصار أنت تملك الفرص الآن وبعد مماتك، فلا تيأس. طبعا وتحقيق واحدة من الفرص التي جاءت في الحديث ليست بالأمر الصعب. فالسؤال الذي يجب أن نطرحه الآن: كيف نستغل الفرص الحالية أفضل استغلال؟ ومن هنا أريد أن أعلمك عن منهج تعلمته حديثا ساعدني جدا في تحقيق الأهداف سواء على المستوى الشهري أو المستوى السنوي، بحيث نصبح في نهايته محترفين في لعبة الوقت. المنهج عبارة عن ورقة كما تشاهد مثل التقويم، تكتب هنا في هذا الفراغ الهدف العام الذي تريد أن تحققه خلال هذا العام، وبجانب كل شهر تكتب الهدف الفرعي. مثلا لنفترض أن الهدف العام لك خلال هذه السنة هو أن تقرأ 10 كتب وتتعلم لغة جديدة مثلا، تكتب هنا قراءة 10 كتب وتعلم لغة جديدة. طبعا دائما حدد الهدف العام لك بشكل دقيق، لا تجعله عام جدا، فالتخصيص جيد في نقطة تحديد الأهداف. بجانب كل شهر مثلا هنا تكتب اسم الكتاب الذي تقرأ به، وكل يوم تقرأ فيه من الكتاب تضع علامة صح في الدائرة بجانب تاريخ اليوم، فيصبح لديك مثل السلسلة من علامات الصح بعد فترة معينة. هذه السلسلة في لعبة الوقت فقط المحترفين لا يقطعونها، فيحقق ما هدف إليه في وقته. مثلا الشهر التالي قررت أن تتعلم اللغة التركية على فرض، بالفعل التحقت بإحدى الدورات وفي كل يوم تحضر به تضع علامة صح وهكذا. مثلا نفترض أن الهدف العام لك هو أن تصبح صحيا هذا العام، مثلا بجانب كل شهر تكتب أن أركض 100 متر يوميا هذا الشهر، ألا أتناول السكريات بكثرة خلال هذا الشهر إلى آخره. هذا المنهج يساعدك في تحقيق عادات جيدة ويساعدك أيضا في التخلص من العادات السيئة. طبعا هناك بعض النقاط التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار عند تطبيق هذا المنهج. طبعا هذه الورقة سأضعها لكم إن شاء الله في الوصف بحيث يمكنكم طباعتها. النقطة الأولى التي يجب أن تركز عليها أن هذه الورقة عندما تطبعها حاول أن تطبعها بأكبر حجم ممكن، مثلا يمكنك تطبعها بحجم متر في نصف متر. الفكرة أن هذه الورقة يجب أن تبقى أمام عينيك في مكان تشاهده بشكل يومي وبشكل مستمر، لأن الدماغ مهم أن يشاهد هذه الورقة بشكل يومي. وإذا لم تستطع يمكنك أن تطبعها بورقة عادية A4 وتضعها مثلا فوق مكتبك أو فوق سريرك، المهم أن تبقى في مجال رؤيتك. الأمر الثاني، أي هدف تضعه اقسمه إلى النصف. مثلا لو قررت أن تركض 1000 متر يوميا، هذا العدد كبير جدا، فأنت تقوم بوضع ركض 500 متر يوميا، لأنك عندما تقوم بوضع الأهداف تكون متحمس جدا لتطبيقها، فدماغك لا يعطيك فكرة حقيقية عن مدى قدراتك، فبالتالي تجد صعوبة كبيرة جدا عند تحقيقها
وبالتالي قد تترك فكرة تطبيقها كاملة. لذلك القاعدة الثانية يجب أن تقسم الهدف إلى النصف وتضعه. طبعا أنت يمكنك أن تركض 1500 متر لا مشكلة، ولكن الهدف الأساسي أن يكون هو الأقل. فبالتالي لو ركضت 500 متر هو جيد لصحتك، وبالمقابل أنت حققت الهدف. طبعا قد يسأل أحدكم الآن يقول لماذا نضع علامة صح في كل يوم أنجزنا به، يعني لماذا حتى هذه الورقة من الأساس؟ هذه الورقة مهمة للدماغ، لأن الدماغ يحب أن يرى ماذا أنجز. هذا الأمر يساعد في إفراز هرمون يسمى الدوبامين في الدماغ، وبالتالي القدرة على الإنجاز ثم النجاح بشكل عام. هذه الورقة أحبتي في الله أريد أن أراها على جدار كل غرفة من غرفكم، أريد أن تطبعها وتكتب أهدافك عليها وتعلقها على جدار غرفتك. لا يهم كم عمرك أو ما هي أهدافك، المهم أن تبدأ بتنظيم تطبيق هذه الأهداف، وهذا المنهج الذي طرحناه مناسب. بالمناسبة أحبتي في الله، أي شخص يضع ضمن أهداف هذا العام أن يتعلم لغة جديدة، وهذا أمر صراحة أنصح به، لأن تعلم لغة جديدة تضيف لصاحبها هيمنة إضافية في شخصيته. وهنا جلبت لكم هدية نوعا ما من منصة تومر أونلاين المختصة في مجال تعليم اللغات أونلاين، تعلم اللغة الإنجليزية التركية لغات كثيرة. ففي حال قررت أن تطبق هذا الهدف من خلال هذه المنصة ستحصل على مستوى إضافي مجاني. تعرفون مثلا على مستوى اللغة التركية هي 5 مستويات، بعد هذه الخمس مستويات تستطيع أن تتكلم اللغة التركية بطلاقة، فبالتالي أنت تسجل لمستوى وتحصل على المستوى التالي بالمجان. وأنا أنصح بهذه الفكرة وهذه خطوة جيدة منهم. بالمناسبة هذا الأمر ليس إعلان، يعني ربما يصفر لك أنه إعلان. الفكرة أنني أنا من تواصلت معهم وطلبت منهم أن يعطونا عرض بمناسبة الحديث عن الأهداف، وهم قاموا بذلك مشكورين على هذا الأمر. ما لا يا مدام تحكينا عن الوقت؟ طب ليش يعني الأيام حاليا تحس الوقت مر بسرعة؟ معك حق، يعني تشعر أن الأيام سريعة الحل والترحال، يعني لا تكاد تشرق الشمس إلا وقت الغروب، دلالة على أن الأيام تمضي بسرعة. طبعا هذا الأمر يحتاج لجهد أعلى في تحقيق الأهداف. هل هذا الكلام صحيح أو هل هذا ما تقصده؟ صحيح هذا. تمام، سأخبركم عن دراسة اطلعت عليها في هذا المجال. في دراسة نشرت في مجلة Scientific Reports حول سر شعورنا بأن الأيام تمضي بسرعة، جاء فيها أن الأمر يرجع إلى التقدم في العمر. تشير الأبحاث إذا ما تقدم العمر يتطلب مخ الإنسان مزيد من الوقت لمعالجة الصورة الذهنية الجديدة. ووفقا لأدريان بيغان أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة ديوك، يقول أن التغيرات الجسدية التي تلحق بالأعصاب والخلايا العصبية تلعب دورا رئيسيا في عملية إدراك الأشخاص الوقت مع التقدم في العمر. بمعنى آخر يا أحمد، أن الوقت نفسه، ولكن أنت من تشعر أنه يمر بسرعة بناء على عمرك. فالأطفال يشعرون أن الوقت يسير بشكل بطيء، لذلك يعيشونها بكل تفاصيله. لذلك أنت الآن ربما تملك ذكريات من الطفولة أكثر من ذكرياتك الآن في مرحلة الشباب، صحيح؟ وإذا ما سألت شخص كبير في السن سيقول لك أن الأيام تمضي بسرعة، وهو يتذكر ربما تفاصيل صغيرة في طفولته ولا يتذكر ما حدث معه البارحة أو قبل شهر، صحيح؟ صحيح، أعتبر أنك كمان قلت صحيح. وهذه حكمة من الله عز وجل. تلاحظ أن مرحلة الشباب أفضل مرحلة لتحقيق الأهداف واستغلال الوقت. فأنت يا أحمد تملك القوة التي لا يملكها الطفل والوقت الذي لا يشعر به الكبير في السن، فبالتالي قدرتك على تحقيق الأهداف تكون أسهل من الطفل أو من الكبير في السن. لذلك لا بد علينا مجتمعين أن نحسن استغلال الوقت ونحسن تطبيق الأهداف التي هدفنا إليها. فإذا سألوك في يوم ما، أو سألوك أحمد عن ما هو تعريف النجاح، قل لهم هو من اتصلت سلسلته في شبابه. يعني كيف؟ يعني الأهداف أو من خلال الورقة التي طبقنا عليها تكون سلسلة الصح كاملة. هو حقق كل الأهداف وحققها في فترة الشباب، من اتصلت سلسلته في شبابه. جملة عميقة. وإذا سألوك عن أهدافك العام المقبل أجبهم أنني أحتاج وقت للتفكير، لأنه لم يعد هناك شيء لم أنجزه في أهدافي. وقبل أن أنهي أحبتي في الله، أريد أن أركز على مسألة أنك ربما قد تقطع هذه السلسلة، ربما في يوم ما لم تنجز ما خططت له أو هدفت إليه، فلا تيأس. المهم أن يبقى لديك أمل في نفسك وفي تحقيق هذه الأهداف، ودمتم في أمان الله. بعد أن شاهدت القليل من التلفاز نمت، إذن سونرا فحصرا إزلا ديك تان، إذن المساء نمت بعد أن شاهدت القليل من التلفاز. احفظ لي هاي القاعدة، هاي سهلة جدا. اسم ضاندين طانتين أنجا وسونرا، سهلة جدا. الفعل إذا قبل بده يجي الفعل منفي بما ومي، بعدين ضان وحالاتها وأنجا، مضان أنجا، مدين أنجا. إذا بتجي حالتين مضان ومدين، حصرا ضان بتجي ليش؟ لأني ما ومي
بتناسبها الضان والدين. بينما